لا لا يا بيبي، هو انا عمري جبتك في شقه وحشه ولا حاجه كده ولا كده؟ مالك قلقان من ايه؟ ايه؟ لا اكيد صفر. لا لا يا بيبي. بس اسمع، المره دي تكون مواعيدك مظبوط، مش كل مره يا بيبي كده تجيب مواعيد اخر. ايه ده؟ لا يا روحي. ايه؟ عايز تصبيره؟ طيب. باي باي بقى يا بيبي، مستنياك يا حياتي. ايه ده بالسرعه دي؟ بيبي. مخابرات، المخابرات الدوليه العامه الخاصه الشامله، هل انت السيده المستوليه على الشقه؟ مفيش خشاشان بيننا، كلامي واضح. هل أنت السيدة التي قمت بالاستيلاء على شقة المواطنين؟ أنت بتتكلمي مع الملازم أول نقيب أحمد أشرف أحمد خالد، بابايا، العيلة كلها في القانون. يا أمي خفت أنا. إيه اللي أنت اللي بتخافي بالطريقة دي؟ هل أنت المدعوقة المديء؟ حضرتك مدام حمدية سيد أحمد؟ لا أنا حمدية حسين، بس أنت بقى لو عايزها السيد أحمد أنا ما عنديش مانع. عذرا، معلش، أصل يعني طبيعة شغلنا بتخلينا بننسى الحمديات كتير، لأن كم حمدية بيعدوا علينا كل يوم. أنا جيت هنا بصفة شخصية من محضر رقم 1934 لسنة 1812 بيقول ليس من حق أي سيدة ولا أي مواطن التعدي على شقة مواطن آخر في مواطنة معه. إذن لست من حقك ولست من حقك وليس من حقك سيدتي. يو أنت مالك حامي كده ليه؟ أنت بتكلمي قرن فلفل ولا إيه؟ احترمي نفسك. أنت بتكلمي مين؟ شوفي كارت أحمد أشرف يسري أهو أهو. أنت بقى أكمل مش كده؟ أنا أكمل. أكمل إيه؟ أكمل إيه؟ ما أنا مغير صوتي وعامل ما هما بيعملوا كده، مش هما بيتنرفزوا كده؟ أنت عرفتيني إزاي طيب؟ ما أنا قاعد متنكر بقالي ساعة. أصل أنا بقى يا بيبي عندي الحاسة السادسة. ومين اللي إداكي المركز ده؟ قلبي. تعرف إن أنت وسيم قوي؟ عارف الموضوع ده. عارفة إن أصحابي كانوا بيقولوا لي أكمل أنت وسيم قوي وينفع تنافس نفساء العالم وسماء العالم كلهم؟ عارفة إن أنا خدت جايزة الملامح المختلفة مرتين؟ فعلاً؟ أيوة، وخدت جايزة أمور الجامعة بلا منازع على مستوى جامعات مصر كلها. عندهم حق. على فكرة أنا فاتك قوي وماليش أمان، ولازم تحذري الناس مني، لأن أنا بصراحة يعني ياما شحططت بنات ناس وعملت قصص كبيرة جدا، فاهمة؟ وعملت حركات محدش يقدر يعملها غيري. عارفة، ما أنا شفتك عندي أكتر من مرة في الكباريه. كباريه إيه؟ لا 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 يا حمدية هانم، أنا عمري ما أروح كباريهات أبدا أبدا أبدا، إزاي يعني؟ شفتك، وكمان بالأمارة معاك البت المعصعصة كده اللي ملهاش وسط ملهاش أي لازمة. رفيعة خالص؟ آه. سوها كانت معانا. سوها كانت معانا، بس مش هينفع تقولي لحد الموضوع ده. حضرتك اصل سوها كانت نازله، ما ينفعش حد يعرف انها في كباريه، دي بنت ملتزمه، وبعدين انا هنا في العيله بتاعتي تعرف ان انا ملتزم جدا، فيا ريت حضرتك يعني ما تقوليش الموضوع ده. ايوه بس ده مش ببلاش. لا يا حمديه يا هانم، انا ابن ناس وما بيعش نفسي بالرخيص. انت كنت جاي هنا منين؟ انت اللي جيتي دلوقتي هنا ليه؟ بص يا ست حمدية، ونفسي ايدك بس معلش بصراحة يا ست حمدية كده، احنا عندنا تقليد هنا في العمارة، يعني اي حد بيجي ضيف جديد في العمارة ويبقى جيران لازم اكمل يرحب بيه. انت كذاب، انت كنت جاي عشان تقولي اطلعي برا 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 برا. بصراحة انا كذاب وكنت جاي اقول لك اطلعي برا، بس انا اللي اطلع برا وانت تعيشي هنا. انا عايز اعيش معاها، انا عايز اعيش معاها. ست حمدية، ست حمدية، مين اللي قال الكلام ده؟ حد يطلعك من الشقة وانا اقدر؟ تقدر. عارف انا عاملة زي البطاط اللي بيلزق كده وما بيطلعش الا بتقبل البلد. طب لو طبلنا له بلدي؟ لا برضه ما يطلعش. طب لو ضغطنا على البلدي؟ يا بيبي ما يطلعش ابدا. طب لو شفنا للبطاط عيش احلى من العيش اللي هو قاعد فيه؟ لا يا بيبي، انا هنا بقى الشقة عجباني ومش هطلع بينها، ولا ابدا فيها ولا ازق فيها. نبدأ فيها ولازقة فيها. طب بصي بقى، أنا هاجيلك دغري بقى يا ست حمدية،
شوفي انت يعني ست يعني بتصاري في كبريات وعارفه اكيد يعني انا هكلمك باللغه دي اكيد يعني قلبك كبير وياما تفضفض له فاسمحي لي افضفض لك. الشقه دي بتاعت البت بتاعتي والبت بتاعتي في مشاكل بيني وبينها بسبب مين؟ ان امي مش عايزه ان البت بتاعتي تبقى البت بتاعتي فابويا بالنسبه له البت بتاعتي هي البت بتاعته لان هو اي بت بتاعته. انت فاهمه الموضوع؟ مش فاهمه طبعا بس انا لازم علشان اثبت لامي والبت بتاعتي ان الشقه دي بتاعت البت بتاعتي فلازم ارجع للبت بتاعتي الشقه بتاعتها عشان ابقى انا عملت بطوله كبيره. يعني عشان تبان انت بطل الابطال اترمي انا في الشارع. مين ده الحيوان اللي بيجي في الشارع؟ انت ما تترميش في الشارع ده هم اللي يترموه في الشارع. عيطي طلعي اللي جواكي فضفضي. انت برج ايه؟ القوس. يا حرام اللي هم عاملين كده دول بيعانوا كتير قوي. حمديه انت دلعك ايه؟ طماطم ولا شاذليه؟ لا طماطمايه. طماطمايه ما تعيطيش. بعدين ما حدش يقدر يطردك من الشقه دي. ليه بقى؟ عشان انت حاضنه للشقه ولو عايزاني اشهد معاكي انا حاضن معاكي. الله هي الدنيا طارت يا ساتر. اهلا بالقمر. اهلا يا سي حسين. اتاخرتي ليه؟ الجرس كان هيدخن تحت صبعي وانا كنت هجيب قعدتي في تيس دلوقتي وزيتي غرقت الدنيا بره. يا اهلا بيكي. الناس دي وحشه خالص. تخيل مفيش اي حاجه كلها في الثلاجه. الشقه دي قبلي حر قوي مش طايق. وبعدين اكل ايه؟ اكل ايه يا فله؟ اكل ايه يا فندام؟ انت داخله مصمت. احنا هنقعد نتسامر مع بعض نلاطف بعض نكلم بعض. انا ما صدقت لقيتك. نلاطف ايه ونتكلم ايه يا شيخ؟ بقول لك جعانه ايه بس؟ انا عارف القطعيه والشاسيه اللي قدامي ده بيحرق كتير وبيجوع بسرعه لكن هاكلك واشربك واللي انت عاوزاه. انت ما تخليش النهارده. انا فرحان قد ايه النهارده يوم عيد.